أهلا بكم حيث تجتمعون لتقولوا للعالم أجمع إن النهج الحسيني هو النهج الذي رسمته السماء في إن الإنسان أخو الإنسان، وأن لا إكراه في الدين، وللجميع حقوق وعلى الجميع واجبات، مهما كان عنوان الدين أو المذهب أو القومية. وتحت شعار الحسين نهج للتعايش بين الأديان يقيم مكتب سماحة السيد الحسني دام ظله الشريف في ذي قار هذا المهرجان الشعبي إعلاء وإظهارا لشريعة سيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله، وتثمينا وإكبارا لدماء الشهداء الذين بذلوا دماءهم رخيصة خدمة للإنسانية وحفاظا على هذا الوطن الطاهر. أهلا بكم وأنتم توحدون كلمتكم ضد الإرهاب والطامعين فينا. أهلا ومرحبا، ونفتتح مهرجاننا هذا بآي من الذكر الحكيم للقارئ الأخ العزيز أبو فاطمة، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل رب بك بعاد إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا صخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضرون
يحظون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قد دمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئن ارجعي يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مر فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلاما منا لشهداء العراق وشهداء الإسلام، نطلب من الحاضرين الكرام وقفة دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. أحسنتم جزاكم الله خير. وطني وطني فديتك لا ترعك مصائب سود لهن على حماك زحام وطن عشقناه عقيدة وطن بذلنا له أرواحنا وطن فيه عزنا ومجدنا انشودة الوطن فإنها تطرب ضمائرنا. أحسنتم بوركتم وجعلكم من أبناء العراق البررة. والآن كلمة المهرجان مع السيد أحمد الموسوي، يتفضل مشكورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة فياته. الحمد لله كما هو أهله وكما يحب أن يحمد. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين وأصحابه البررة المنتجبين. وبعد، السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أيها الأخوة الحضور الكرام، ونحن لازلنا نعيش أيام الحزن والبلاء والفداء والمصاب بالنبي الكريم وسبطه الشهيد الحسين وأصحابه وأهل بيته عليهم الصلاة أجمعين، فيجدر بنا أن نجدد لكم العزاء بهذه الأيام الأليمة، أيام الحزن والبلاء. كما أنني في المقام ذاته أتشرف أن أقف بين أيديكم وأنظر إلى وجوهكم وأتعطر بأريج أنفاسكم لأسلط الضوء على قضيتين مهمتين تخص شريحتين مجاهدتين من شرائح مجتمعنا. الشريحة الأولى: الشهداء، شهداء العراق السعداء وعوائلهم، وأخص بالذكر شهداء الحشد وعوائلهم الذين ضحوا التضحيات الجسام، الذين آثروا بأنفسهم ولقوا ما لقوا من معاناة وآلام. ولا ننسى أن المحذورات الخطيرة والتضحيات الجسيمة التي وقعت والتي حذرنا منها، أن ابن الجنوب استشهد في المناطق الغربية والشمالية، والنتيجة أن التقسيم والأقلمة هو الذي يلوح في الأفق، وهو الذي تدفع إليه كل الأطراف الفاعلة ويحشد إليه الإعلام. فلماذا يحصل هذا؟ أوليس الأولى بأن الغربية وابن الموصل وصلاح الدين هو الذي يحرر محافظته من دنس داعش حتى يعرف قيمة التضحية
ومعنى التضحية وكيفية مواجهة قوى التكفير والإرهاب. وبالنسبة للحشد يوجد ملاحظات مهمة تفيد منها أن الحشد نفسه لا إشكال فيه، بل أن الظروف ممكن أن تكون ملزمة لتأسيسه، لكن الاعتراض على أن يكون ذلك تحت غطاء جهة شرعية لا سلطة لها عليه أصلا، لتعدد واختلاف توجهات وولاءات المنتمين له. فمثلا الملتزم دينيا وكل عاقل لا يرضى أن يكون الحشد تابع لجهة دينية ويعقد مجالس غناء وأناشيد وطرب ورقص ونساء فيكون تشريعا وإمضاء لما يحصل، كما لا يرضاها أي إنسان فضلا عن رجل الدين أن يكون في الحشد الشرعي فصائل وكيانات لا تقاتل إلا بعد احتساء الخمر، بل تعلن وتجهر أنها تقاتل من أجل الخمور وإباحتها، كما أنه من السخرية والمهانة أن غير الملتزم والمدافع عن الخمور والملاهي يقول أنا التحقت بالحشد بناء على فتوى الجهة الدينية، فتكون الخمور والملاهي والحفلات والسهرات حتى في جبهات القتال بناء على الفتوى وإمضائها، فهذا تشويه للدين وتدمير للمنظومة الدينية وثوابتها، إضافة إلى أن الوضع الطائفي المحقون جدا لا يتقبل أن يكون حشد الناس تحت عنوان ديني شرعي لجهة معينة. وفعلا استغل الآخرون هذه الظروف فنعت بأنه حشد طائفي ولا زال، ولهذا كانت الدعوة من الأول أن تكون تحت عنوان عام كالوطني أو الشعبي أو الجماهيري، وتتصدى الرموز الوطنية والاجتماعية للدعوة إليه والتحشيد له ودفع الناس للالتحاق به، فيكون شاملا للجميع من الملتزمين دينيا وغيرهم، ومن هذه الطائفة أو تلك أو هذه القومية أو تلك. وبهذا سنغلق الكثير من أبواب الطعن والقدح والتسقيط والتحشيد بالضد، والواقع قد ثبت صحة تلك التصورات والتحذيرات، وأيضا أثبت الواقع إلى الحد الذي الاضطرار إلى أن يصير الحشد تحت أمرة القيادة العسكرية، والمفروض أن يكون كل شيء من أول الأمر تحت رعاية وتنظيم وإعداد وقيادة مؤسسات الدولة كي يكون جامعا للجميع تحت مظلة الوطن والشعب بكل أطيافه. فينبغي أن نسعى للاهتمام بهذه الشريحة المظلومة المضطهدة. وأما الشريحة الثانية التي ينبغي أن نوجه إلى الاهتمام بها والرعاية لها، وهي الشريحة التي تقاتل بالفكر والعلم، تقاتل داعش والفكر الداعشي بالفكر والعلم، وهي شريحة العلماء الناشرين لدحض أفكار ابن تيمية، الأفكار التي امتزجت ما بين الفكر الخارجي والفكر الأموي، وكما أشار إلى هذا المعنى السيد المرجع الصرخي في محاضرته في البحث الموسوم التوحيد، وقفات مع التوحيد مع توحيد التيمية الجسمي الأسطوري. أحبتي الحضور، مرة أخرى أرحب بكم أشد ترحيب، وأشكر لكم مشاركتكم وإسهامكم في إنجاح هذا المهرجان المبارك الذي يكون إن شاء الله ويصب في الإصلاح الذي خطه لنا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وضحى من أجله صبته الإمام الحسين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة،
وأن ينصر العراق وأهل العراق، وأن يحفظكم فردا فردا، وأن يحفظ العراق وأهل العراق من كل سوء وبلاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذراً إذا انقطع الكلام، فالروح يقتلها الحنين، وأنا المكبل بالهوى، والحب قيد لا يلين. هيهات أنسى كربلاء وأنا بذكراها سجين، سأظل أذكر كربلاء وأظل أهتف يا حسين. والآن مع كلمة الشيخ محسن آل حاج علي شيخ عشائر آل حيدر، يتفضل مشكورا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين، والسلام على علي بن الحسين، والسلام على أولاد الحسين، والسلام على أصحاب الحسين. أيها الحضور الكريم، طاب مساءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناقلت خطواتي بلهفة، وأنا أتوجه إلى مهرجانكم هذا لأجد ما لم يكن ببالي، ولم أتصور استقبال الحافل والمهيب من وجوه عليها ملامح الإيمان، وتبشرت ابتسامة ملأت محياها ودخلت في تلك الجموع الغفيرة لأجد أيادي امتدت لتحضن الأرامل واليتامى ممن ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوطن، وتنتشلهم من العوز والحرمان بعد فقدهم الأب والأخ والمعيل من شهداء الحشد الشعبي. وانتهز هذه الفرصة لتعبير عن مدى إعجابي بهذا المهرجان الحسين المبارك، وأرجو إيصال سلامي لسماحة السيد الحسن دام ظله لمباركة مثل هذه المهرجانات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العراق موطن الأنبياء والصالحين، موطن الصحابة والشرفاء، موطن الإباء والكرام، موطن تبرك بالحسين وآل الحسين. لحق أن نعيش فيه أخوة مهما اختلف العنوان، لكن ما زادها هذا البلد المظلوم؟ أخانك المجد أم أودت بك الضاد، أم كاد من حولنا بالشر أوغاد، أم أنزل الله رجزا لا مرد له، وشعبنا غارق في اللهو معتاد، فأحرق الأرض لا يلوي على أحد، فليس يمنعه صد وإخماد. أنت الذي بالأمس نعرفه، خلاصة الحسن تتلى عنه أوراد، أنت الذي تأبى كرامته أن يستحيل ركاما بات يزداد. أصبحت في حالة جرباء مزرية، فكيف تصفو لقوم الآن أعياد؟ أصبحت في حالة تبكي السماء لها، أأنت الذي أهله أسياد؟ رمتك ألف يد بالسوء طامعة،
وغالك القوم زهاد وحساد. الآن تكون المشاركة للأخ الشاعر عباس السعداوي، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. عندي لوحة للإمام الحسين عليه السلام. آخ يا راسك تلاوة ويا الرمح، آخ يا راسك تلاوة ويا الرمح، إش ما أشم عطرك ترافه، يا حلات اسمك تلاوة من الصبح، حسين يا أول حصادي صافح جفوف الفلح، حسين بثورة الزلم تارس جفوفه خبز يشبع فقير، وتارس جيوبه محنة لكل طفل قلبه اللجم، حسين يا أول حصادي صافح جفوف الفلح، حسين بثورة الزلم تارس جفوفه خبز يشبع فقير، وتارس جيوبه محنة الكل طفل قلبه اللجم. واحنا عدنا حسين دمعة ولطم حيل وشق صدر، انا ما اقول ان غلط بس بالاساس كون نرفع لافته، مكتوب بها ان الحسين حبل الوصل بين الجنة والنار، آية من السماء نزلت علينا لتنير قلوبنا وتهدينا إلى الصراط المستقيم. للي يسمع حسين تغريدة بلابل، للحضارة حسين بابل، حسين حرية عبيد، للي يصوم حسين عيد، للي يسمع حسين تغريدة بلابل، للحضارة حسين بابل، حسين حرية عبيد، للي يصوم حسين عيد، كلمة الحق شام خبساس الحسين، نهتف بكل حين وبكل صوت عالي، حسين بالطف اسمه غيمة بشهر آب، حسين للقاعد حواسم صار باب، نهتف بكل حين وبكل صوت عالي، حسين بالطف اسمه غيمة بشهر آب، حسين للقاعد حواسم صار باب، حسين لون والله ماخذ من جبينه شوية نور وسمها النور الفجر، حسين لون والله ماخذ من جبينه شوية نور وسمها النور الفجر، استحى حسين وبدى قصته وصار من عدها المطر، استحى حسين وبدى قصته وصار من عدها المطر. شكرا لكم، شكرا لكم أحبة الحضور، السلام عليكم مرة أخرى. أحسنت، أحسن الله عليك. أيها الدواعش التكفيريون، أيها التيميون، إن دماء إخوتنا ودماء فلذات أكبادنا لكفيلة بفضحكم وهزيمتكم. أيها الدواعش التكفيريون التيميون، لماذا تخدعون أنفسكم والآخرين؟ فهذا أميركم ناصبي فاسق شارب للخمور، فلكم دينكم مع يزيد، ولنا ديننا مع الحسين وجد الحسين عليهم السلام جميعا، فكلنا وملؤنا يقين بأن شهداءنا إلى رب غفور رحيم، وهو مولاهم وهو يتولى الصالحين. وتكون المشاركة الآن للأخ أبو جعفر العراقي، وهذا الأوبريت فيتفضل مشكورا. يا شهيد الله، يا شهيد الله، يا حسين يا حسين، يا حسين يا حسين يا
شهيد الله يا شهيد الله يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. يما لا تبكين هيجت الجروح، يما لا تبكين هيجت الجروح، والله وصوتك والدمع أذاني أذاني. شنه داعش شنه داعش يوقفك باب النفوت غير ابوي، على التفق رباني رباني. من ضحك على القاع اضحك ما بجيت، بس وريج على القبور بجاني بجاني. يا شهيد الله يا شهيد الله يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. قوم يحصل القبر بابا نقوم، امسح دموعك واضم اخواني بيش افكك يا قبر، بيش افكك يا قبر، ما عندي دير انقطعت من الحرم رعاني. فدوه فدوه روح تروح، فدوه روح تروح لتراب العراق، لان بتراب الوطن ضماني ضماني ضماني. يا شهيد الله يا شهيد الله يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. تروح تروح لتراب العراق، لأن بتراب الوطن ضماني ضماني. بذني سمعت الوطن قلالي قلالي، قوم قوم وعيب الدمي، والوطن ناداني ناداني. يا شهيد الله يا شهيد الله يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. أنتم طبعا نعتذر لضيق الوقت عن بعض المشاركات، فنلتمس العذر من الأخوة ليقدروا الموقف. فعراقنا عراق الطهارة وعراق الشرف والعباء، لا نرضى أبدا أن يذل هذا البلد، ولا نرضى أبدا أن يخان. تبا لقوم تخلوا عنك في زمن تآكل الخير فيه كلما زادوا، تبا لقوم علوا في الحكم منزلة وهمهم بيننا سحت وإفساد، تعلقوا بعروش ليتها شفعت للظالمين فما زالوا وما بادوا، وأجمعوا أمرهم ليلا لمهلكة تلمض الغرب منها أنها الزاد، ودبروا فتنة عمياء جارفة يمر في جوفها غدر وأحقاد. يا رحمة الله من للمسلمين ومن
لعالم البؤس يعلو فيه أفراد. جحافل الروم قد عاثت بأمتنا ويستبيح حماها الآن موساد. وأصبح الدين إرهابا ومثلبة، وغاب عن عالمي المجنون إرشاد. فجاء فتى الأكرمين بنهجه مشعا بفكره محمود وقاد. المشاركة الآن للأخ الأستاذ أبو أحمد الشمري، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأتم الصلاة والتسليم على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحزن بالشهادة وأقصد الموت، وكأني بلسان حال الأم تخاطب ابنها. تحزن بالشهادة وأقصد الموت، روحك للعقيدة انذرها لا تبخل. أم الدعية ولدي يا رفعة الراس، يا بيرغ عمامك دوم ما ينذل. خوض بساحتك وتلقى الرصاص، عدوانك يا ضيغم يا ضيغم يا ضيغم بيك تتعيل. ذبيت العصابة وشيلة الراس، وعيب على الزلم بالشيلة تتشيل. أريدك يا ولدي يا كحل العيون، هامك بالدمى 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 يا حيد يا حيد تتغسل. أزامط وافتخر بين النساوين، عند الما تغير أبد وتبدل. لما انشاف بعيون المشاتيل، شد عزمه ورقص بالغيرة يتمثل. ابن وهيبة ربات الدواوين، يفزع بالشدايد أبد أبد ما يختل. يمين الما تثنب بوجه الأشرار، تفاقع لحق الما يرد يجفل. يدبج بالكلايف عاشق الموت، يسحف عالصحايب بيها يتمرجل. يسحف عالصحايب بيها يتمرجل. بشرنا بيك النبي بقواله دوما يرد. المهدي راعي الفخر اش ما دهره يعتق يرد. يبقى الذي بالنفس بشيعته يروح، او يرد شاشيعته بالزمن ما عدها غير امل. يظهر يجبر الكسر عن دعوته، ما أميل بل يدو صوت المحب عنك فلاني أميل. يا الغايب المنتظر شايمت شخصك يرد، يا الغايب المنتظر شايمت شخصك يرد. من رخصة الإخوان إلى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ملهوف النواظر شابحة تانيك، تكحلها بظهورك تجرم دمعنا. بطول الغيبة والحباك مهضوم، ينطر على الجمر تجبر خواطرنا. اللي صارت سيدي الغايب شراع، بمركب الذوار هموم هموم تجرفنا. وتدرينا غدينا وتدرينا، واحنا بشهقة الانفاس ندعيك، وينك سيدي بحماك. دلحقنا غرقانين يا سفن النجاة شلون، نغرق والبشر واليها قائمنا. مدفونين يا غصن الزكي يحيا، وضايع صيتنا صيتنا ليش وقدرنا. شاشيعة ونحب حيدر يا محجوب، عادتنا الكفر بسهام أرمتنا. عادتنا الكفر بسهام أرمتنها. حيكم يا خوتو حي مراجلكم، ها حيكم يا خوتو حي مراجلكم. ألف رحمة على بيها اللي جابتكم وشالتكم. زلم زلم والقاع تشهد كل فعايلكم. ها ولو موت عليها قاع وما أنطيها، ولو موت عليها قاع وما أنطيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهد بنهجك يظهر. مهد بنهجك يظهر. حيطل
يابو الاحرار للكل مو خصوصية يا بن رحمة اله الكون للعالم بأسرة وموت شخصية ولو طبقنا زينا لكم جا صار النظام وكل هوية موحدة كلها حسينية اها جنسية العالم وحدة بوقت المهدي احسنت يسأل مثل الأسد طبل القوم يتمرجل ها وتتراجب كلها مخليها تتراجب كلها أحسنتم جزاكم الله خيرا إذن هذه تكون مقدمة لمشاركة الأخ السيد أحمد الحسيني يتفضل مشكورا. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فاجعة من فواجع وفاجعات العراق، انفجار الجامعة المستنصرية في بغداد، فكتب أحد شعراء العراق هذه القصيدة التي ألقيتها قبل سنين، وارتأيت أن أشارك هذا المهرجان المبارك بهذه القصيدة لأنها تحمل أسى وحرمان أم فقدت ابنها الشاب الذي كاد أن يكمل الشهادة الأكاديمية ولكن الفرحة لم تكتمل. تقول له رايح عن نتيجة وراجع بساع، مو هذا كلامك يمالية؟ ليش تعطلت يما؟ العصر فات وبدت تعصر بروح المغربية. رايح عالنتيجة وراجع بساع، مو هذا كلامك يمالية؟ ليش تعطلت يما؟ العصر فات بدت تعصر بروح المغربية. رايح عالنتيجة وراجع بساع، مو هذا كلامك يمالية؟ ليش تعطلت يما؟ العصر فات وبدت تعصر بروح المغربية. وياي رايح للنتيجة وراجع بساع، مو هذا كلامك ليش؟ ليش تعطلت يما؟ العصر فات بدت تعصر بروح المغربي. بعد وحده رايح للنتيجة، مو هذا كلامك يما ليش تعطلت يما؟ العصر فات بدت تعصر بروح المغربي. هلا هي هلا الوسط صدر وبيدي شكليت، وقبل اسبوع مشتري الهدية. يا
هلاهل وسط صدر وبيدي شكليت وقبل اسبوع مشتري الهدية الهدية الهدية. اتاني وخبر عاجل طقني بالقاع انفجار وصار بالمستنصرية وصلتني يا يم معلومة كفيه. انفجار وصار بالمستنصرية وصلتني علومك يمه وصلتني علومك يمه يا يمه وقلبي محتار. وصلتك يمه يمه وازحف سحوف لأن رجلي ماتن قبل دي قبل دي وجثة صيح لي من بين الرماد قلت مو هي وانا ادريك هي. لقيت كتابك وما شفتك ويا عفت شلون مو رحت وسوي. لقيت كتابك وما شفتك ويا عفت شلون مو رحت وسوي. رايح رايح للنتيجة كلامك يما لي ليش تعطلت يما العصر فات بدت تعصر بروحي المربية. رايح رايح عالنتيجة وراجع بساع مو هذا كلامك يما لي ليش تعطلت يما العصر فات بدت تعصر بروحي المربية. حاجيني دخيلك يا ضوى العين الشظية لصابتك مو بيك بيا انا اشتاقيت انا اشتاقيت ابوس شفوفك اليوم بقد ما بوست بشفوف دير. انا اشتاقيت انا اشتاقيت ابوس جفوفك اليوم قد ما بوست بجفوف الدنيا. يا شف القدر يا شف القدر يا شف القدر المن مديت ليش تناوشت نجم الثريا. ابني ابن اللي بجت لمصاب الحمامات واغتاظ القمر واغتاظ القمر وانخسف ضياء. ابن ابن العراق وابن بغداد ابن ابن العراق وام بغداد ياهو القال مجهول الهوية ياهو القال مجهول الهوية. ورايح للنتيجة وراجع بساع مو هذا كلامك يما لي ليش تعطلت يما العصر فات بدت تعصر بروح المغربي. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد العراقي حد العراقي من عباس بهاي ايام ما يبخر لبس ثوب الشهادة وقام وسط الموت
يتبختر ما اخذ درس من عباس، ما اخذ درس من عباس. يوم الكون من زمجر ها خوتي هاي ناويها بجبال الدنيا، ناويها بجبال الدنيا، ناويها بجبال الدنيا. احسنت بارك الله فيك. نعتذر مرة أخرى للأخوة والأساتذة لضيق الوقت عن المشاركات، ونطلب من الباقين أن يقدروا هذا الجانب. مشاركة الآن للأخ الشاعر أبو عقيل الحريشاوي، يتفضل مشكورا. السادة المشايخ، الوجهاء، الأخوة الحضور، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه القصيدة ما راح أقرأها لأنه يطول الوقت وما أعرف شنو الفقرات اللي ورانا. شيء قليل عن ابن تيمية وهذا النهج التكفيري الذي طالما حصده وحصدت الأرواح بسبب هذا الفكر المشؤوم. وين ابن تيمية؟ قل له وين علم اليوم؟ وين؟ وين ابن تيمية؟ قل لي وين علم اليوم؟ وين؟ وين هالدولة الخرافة الحاربة نهج الحسين؟ انتو لا دين لكم، قاعدة دين اللعين، لا عنكم الله بقرآنه. المنقذ المهدي حقيقة يبدل الظلم بعدل، المنقذ المهدي حقيقة يبدل الظلم بعدل. أبين من الشمس أمره باكر علينا يطل، خل ابن تيمية ينكر والدواعش في جهل شمس الله وتعجز تخفيها. عن ابن تيمية اذكر واشرح لكم هالرواية، عن ابن تيمية اذكر واشرح لكم هالرواية. حسين حب علي، حب علي سنة يقول ويعترف من البداية. اذن ليش انكرت حبه؟ شنه كانت إلك غاية؟ إذن ليش انكرت حبه؟ شنه كانت إلك غاية حب حيدر؟ ليش تنكرونه؟ يستنكر علي ويقول إمامك عايش بسرداب، يستنكر علي ويقول إمامك عايش بسرداب. عجب ما قارب القرآن قصة الكهف والأسباب. يستنكر علي ويقول إمامك عايش بسرداب، عجب ما قارب القرآن قصة الكهف والأسباب. فتيوا آمنوا بربهم أو آووا للكهف، لأصحاب عليهم بنوا مسجد مناير عالية وقباب. وافخر بالمهدي او سردابه. مقطوعة قصيرة. الزلمة موش بظاهره ولبس الرجال، الزلمة موش بظاهره ولبس الرجال. الزلمة اللي يميز الثبات بموقفه، والله لو يلبس حديد على الحديد الموقف الفاشل فشل ويكشفه. احسن الله عليكم. الزلمة موش بظاهره ولبس الرجال، الزلمة اللي يميز الثبات بموقفه، والله لو يلبس حديد على الحديد الموقف الفاشل فشل ويكشفه. واحنا عدنا زلام كلفه وما تنام، ودمع كل مظلوم كون تنشفه. والشهيد والشهيد الصار لي أعظم مثال، والقلم عاجز يشرحه ويوصفه، والقلم عاجز يشرحه ويوصفه.
هذا الموقف ما ننساه، هو 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 هذا الموقف ما ننساه، مسجل والله مسجل، هذا الموقف ما ننساه، مسجل والله مسجل، الجيش العراقي هاي عراق الغيرة احنا وما نطخ الراس، ثياب الليل فيها وتشهد ان الناس، اموت على العراق بشرط ما ينجاس، هاو ما بايع للذل، تدرون ما بايع للذل، تدرون ما بايع للذل، تدرون ما بايع للذل، تدرون ما بايع للذل. اللهم ارحم شهداء العراق وشهداء الحشد، اللهم وعجل بهلاك الدواعش التيمية، اللهم وعجل بهلاك الإرهابيين، اللهم وفرج عنا يا رب العالمين، واحفظ العراق والعراقيين يا الله. والآن مع المشهد المسرحي للإخوة يتفضلون مشكورين. كان فينا وطن قوي رغم المحن، قد كان فينا وطن قوي رغم المحن، وحدتنا سر قوتنا، وحدتنا سر قوتنا، أحباب طول الزمن لا يعترينا الوهن، نبني أمجاد أمتنا، نبني أمجاد أمتنا. حتى أتانا غريب فصار أمر عجيب، حتى أتانا غريب فصار أمر عجيب، بث الفتنة في جمعتنا، بث الفتنة في جمعتنا، فحل فينا دمار، شتتنا يا للعار، فحل فينا دمار، شتتنا يا للعار، زرع الفرقة في وحدتنا، زرع الفرقة في وحدتنا، فعاش فينا صراع، ودب فينا نزاع، حققنا غاية العدو، ثم أتانا رعاع، ثم أتانا رعاع، عباد نصرى وسواع، وأعادوا أيام الغزو، وعاد سبي النساء، وسالت أنهر دماء،
وعاد سبي النساء وسالت أنهر دماء عاث فساد في ساحتنا عاث فساد في ساحتنا هيا انهضوا من جديد ولا تكونوا عبيد وحرروا البلاد وخلصوا العباد فلنطرد الظلام ولننقط اللئام لنعيش بسلام وحدتنا سر قوتنا وحدتنا سر قوتنا وحدتنا سر قوتنا سر قوتنا بارك الله بك احسنت يتشرف هذا المهرجان المبارك وبحضوركم بتوزيع مكرمة على عوائل شهداء الحشد وبعض أخوتنا المتعففين فأهلا ومرحبا بهم وبكم وبكل خطوة سعت إلينا فأهلا ومرحبا والآن يتفضل السيد عايد الحسني بتوزيع المكرمة على إخوتنا الذين حلوا علينا أعزة كرام ونتشرف بحضورهم إسماعيل مزهر شرقي منير جبار ربيعي مهند مهدي ناصر ناطق عبد الحسين السيد هاشم عائلة الشهيد حسين مزيد عائلة الشهيد ياسين خريبط بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا للسيد عايد الحسني. يتفضل السيد أحمد الموسوي توزيع المكرمة على الأخوة. علي صقبان، عائلة الشهيد علي صقبان. عائلة الشهيد مهدي عباس. شكرا للسيد أحمد الحسني. يتفضل الشيخ حسين الأسدي بتوزيع المكرمة. عائلة الشهيد علي رزاق. عائلة الشهيد عباس عبد الحسين. عائلة الشهيد ثائر حسين. شكرا للشيخ حسين الأسدي. يتفضل الشيخ محسن آل الحاج علي بتوزيع المكرمة على الأخوة الحاضرين. عائلة الشهيد تركي شيال. عائلة الشهيد حسين علي فاضل. عائلة الشهيد عبد الله مطر. عائلة الشهيد خشمان ردات. عائلة الشهيد عماد ياسر. شكرا للشيخ محسن آل الحاج علي. يتفضل السيد ماهر بتوزيع بعض المكرمات على أخوتنا الحاضرين. عائلة الشهيد علي حسون. عائلة الشهيد عبد الله جواد. عائلة الشهيد علي رفيش. عائلة الشهيد سمير رسول. عائلة الشهيد معاون جلود. وعائلة الشهيد ياسين خريبط. I'm going to
قوتنا حقيقية، اسمع يا ابن تيمية، قوتنا حقيقية، اسمع يا ابن تيمية، انت وداعش الفتنة جمعتنا حسينية، انت وداعش الفتنة جمعتنا حسينية، قوتنا تيمية، قوتنا حقيقية، اسمع يا ابن تيمية، انت وداعش الفتنة جمعتنا حسينية، انت وداعش الفتنة جمعتنا حسينية، قوتنا حقيقية، اسمع يا ابن تيمية، قوتنا حقيقية، اسمع يا ابن تيمية، انت وداعش الفتنة جمعتنا حسينية، انت وداعش الفتنة جمعتنا حسينية، قوتنا حقيقية، اسمع يا ابن تيمية، قوتنا حقيقية، اسمع يا ابن تيمية، انت وداعش الفتنة جمعتنا حسينية، انت وداعش الفتنة جمعتنا حسينية، اسمع يا ابن تيمية. وفي الختام نبتهل الى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العراق والعراقيين، وأن يخلصهم من مكر الماكرين، وأن يرحم شهداءنا، ويعرف بينهم وبين محمد وآل محمد، ويحفظنا من شرور داعش التكفيري الإرهابي، ونسأله أن لا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور، و أن يفرقنا على ود ورحمة منه، إنه سميع بصير. ورحم الله من أهدى ثواب سورة الفاتحة إلى أرواح شهداء العراق وشهداء الإسلام مع الصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر، 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 الله أكبر.